اعتمد البشر على الخيول من قديم الأزل في التنقل والحروب ونقل البضائع، وتم اعتبارها كرمز للرشاقة والسرعة من آلاف السنين، حتى إننا أصبحنا حالياً بنقيم قدرة العربية بوحدة قياس بتسمى الحصان، وكل ما بتزيد عدد الأحصنة اللي بتعادلها قوة العربية، فده بيكون دليل على قوتها وسرعتها لو هنقارنها بأي عربيات تانية. فحلقتنا النهاردة هكلمكم عن أسرع الخيول في العالم، خيول فعلاً مذهلة وممكن تقطع مسافات كبيرة جداً في ثواني معدودة. ولكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وده عشان توصلكم كل فيديوهاتنا المميزة عن عالم الحيوان. ويلا بينا نبدأ. اتعرفت الخيول العربية الأصيلة كأجود سلالات الخيول في العالم، ومعنى أنها أصيلة أن دمها نقي وما حصلهاش أي تهجين لأكتر من 4500 سنة، وغالبا هتلاقيها داخلة في تهجين معظم سلالات الخيول القوية والسريعة المشهورة حاليا. الخيل العربي جماله ما يتوصفش، ومن شكله ممكن تحسه كأنه متصمم على شكل جسم الفارس اللي هيركبه، ده غير رقبته الطويلة والمقوصة واللي بتميز شكله عن أي خيول تانية. وبغض النظر عن قوة والذكاء ورشاقة الخيول العربية الأصيلة، فاللي بيميزها كمان إنها بتقدر تقطع مسافات كبيرة وبسرعات عالية جدا. سرعة الحصان العربي في المتوسط بتكون في حدود الـ 64 كيلومتر في الساعة، ولو بتعتقد إن في خيول تانية ممكن تكون أسرع منه في المسافات القصيرة، فخلينا أقولك إن الحصان العربي بيقدر ينتصر على كل الفصائل في المسافات الطويلة، وده لأنه عنده قوة تحمل وصبر وقدرة على تثبيت سرعته لوقت طويل جدا، وعشان كده مكانته معروفة جدا سواء عند البدو أو عند باقي شعوب العالم. وممكن يصل سعر بعض الخيول العربية الأصيلة لملايين الدولارات. اتعرفت خيول أخال تيكي باسم الخيول الذهبية، وده بسبب صبغة جلدهم اللي بتلمع زي الذهب في ضوء النهار. ألوان حصان الأخال بتكون يا إما رمادي أو أسود أو كستنائي، ولكن أجملهم وبدون أي نقاش هو الكستنائي الذهبي. خيول أخال تيكي موطنها الرئيسي تركمانستان، وموجود منها حالياً 6600 حصان فقط حول العالم. السلالة دي مش بس بتتميز بجمالها الفائق للوصف، ولكنها بتتصنف من أسرع الخيول كمان. سرعة خيول الأخال تيكي بتصل ل 49 كيلومتر في الساعة، وبتتصنف من الخيول اللي عندها قدرة كبيرة على التحمل، وعشان كده كانت من ضمن الخيول المفضلة في الحروب قديما. ومع الوقت وبعد استغناء المحاربين عنها في المعارك، دخلت حاليا عالم سباقات الخيول وأصبحت من الخيول اللي بتنافس بجدارة. بتعتبر خيول الفريزيان من أقدم سلالات الخيول في هولندا، خيول لو شفتها تقدر تتعرف عليها بسهولة من لونها الأسود المميز، وده بالإضافة للشعر الكثيف الناعم والمجعد وديولها الطويلة جدا. مظهر الفريزيان الأنيق ومزاجها الهادي ساهم بشكل كبير في شهرتها على مستوى العالم، وبسبب شكلها الملفت بيتم استخدامها باستمرار في الأفلام والبرامج التلفزيونية. أسلاف خيل الفريزيان كانت بتستخدم في العصور الوسطى لحمل الفرسان في المعركة، وفي القرنين الـ 12 والـ 13 تم تزاوج أحصنة الفريزيان مع الخيول الشرقية للصليبيين، وكانت نتيجة التزاوج اللي حصل إن الفريزيان أصبحت أقل في الوزن وأكثر رشاقة، وأصبحت بتستخدم في سباقات الجري بسبب سرعتها الكبيرة، وبتصل سرعتها في المتوسط ل 48 كيلومتر في الساعة. الخيل الأندلسي الأصيل استحق عن جدارة لقب خيل الملوك، وده لأنه بيجمع ما بين القوة والجمال والرشاقة والأناقة في نفس الوقت، ودي صفات اكتسبها بعد ما تم تهجينه مع الخيول العربية الأصيلة. الحصان الأندلسي في الأصل حصان حرب بيستخدمه الفرسان المحاربين، وبسبب شجاعته المفرطة فكان بيستخدم كمان في مصارعة التيران، وبيصل لسرعة مميزة بتصل في المتوسط ل 80 كيلومتر في الساعة، وده معناه انه بينافس خيول كوارتر الأمريكية على المركز الأول في قائمة أسرع الخيول في العالم. الخيول الأندلسية حاليا عددها محدود جدا، وده بسبب الأمراض اللي أصابتها والحروب اللي شاركت فيها في القرن ال 19، وحاليا بيقدر عددها ب 135 ألف حصان فقط حول العالم. اشتهرت خيول أبالوزا بألوانها اللي بتميزها عن أي خيول نعرفها. حصان لو شفته في الحقيقة هتحس كأنك بتتفرج على تحفة فنية حرفيا، وده لأنه مشهور بجلد منقط بألوان أشبه بالنمور. السلالة دي قديما كانت بتستخدم في الصيد والحروب، وكانوا بيعتقدوا أن جسمها المنقط مناسب جدا للتمويه أثناء المعارك، وحتى الآن في 11 شكل من الألوان المنقطة للفصيلة دي من الخيول. خيول الأبالوزا الحالية نتجت عن تهجين تم ما بين خيول كوارتر والخيول العربية،
وسرعتها بعد التهجين جعلت منها منافس قوي في كل سباقات الخيول. سرعة خيول الأبالوزا بتصل ل 69 كيلومتر في الساعة، وبتتميز بقدرتها الكبيرة على التواصل مع البشر. على الرغم ان الخيول في العموم بتكون لطيفة ورقيقة مع الإنسان، إلا ان سلوك خيول موستنج الوحشية بيختلف عن باقي الخيول تماما. خيول موستنج بتتميز بسلوكها الشرس والعدواني، وده بالإضافة كمان لسرعتها العالية جدا. الفصيلة دي من الخيول بتصل سرعتها في المتوسط ل 87 كيلومتر في الساعة، ولو كنت من عشاق السيارات والطائرات الحربية فانت اكيد هتكون سمعت عن السيارة الفورد موستنج مثلا، وممكن كمان تكون سمعت عن الطائرة الحربية المقاتلة موستنج 51. وطبعا الشركات اقتبست اسم موستنج كتعبير عن قوة وسرعة ومتانة منتجاتها. بتتصنف خيول كوارتر الامريكية كاشهر واقدم سلالات الخيول في العالم، وموجود حاليا في امريكا اكتر من 5 مليون حصان من السلالة دي. خيول كوارتر بيطلقوا عليها اسم قاهرة المسافات القصيرة، وبتقدر تنتصر على اي سلالات تانية في السباق لو هيستمر لمسافة قصيرة، حتى ان تسميتها بخيول الربع او كوارتر بيرجع لسرعتها الفائقة في مسافة الربع ميل. خيول كوارتر بتتربع على عرش اسرع الخيول في العالم، وبتصل سرعتها ل 88 كيلومتر في الساعة، وده معناه انها فصيلة ممكن ترفع راسك وتراهن عليها في اي سباق وانت مطمن. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو عملنا تهجين ما بين الحصان الانجليزي والحصان العربي الاصيل؟ في الحقيقة دمج السلالتين دول لما حصل كانت نتيجته مذهلة حرفيا، وده لانه انتج لنا سلالة خيول سورو بريد. خيول سورو بريد بتعتبر تاني اسرع سلالات الخيول في العالم، وبتصل سرعتها في المتوسط ل 71 كيلومتر في الساعة. وفي سنة 2008 دخل حصان من الفصيلة دي موسوعة جينيس كأسرع حصان في العالم. الحصان ده كان اسمه وينينج برو، وقدر انه يقطع مسافة 400 متر في 20 ثانية فقط، وده معناه انه كان بيجري بسرعة بتعادل 20 متر في كل ثانية. الفصيلة دي بيتراوح سعرها ما بين ال 100 ألف دولار وال 300 ألف دولار، ولكن أبطال السرعة من الفصيلة دي ممكن توصل لأرقام فلكية. في سنة 2000 مثلا اتباع حصان من الفصيلة دي ب 70 مليون دولار. انتوا متخيلين قد ايه الرقم ده كبير؟ خيول ستاندر بريد بتعتبر ابطال سباقات عربات الخيول على مستوى العالم، وبيتم الاستعانة بيها لتحسين سلالات تانية عشان تشارك في نفس النوع من السباقات. الفصيلة دي من الخيول بتصل سرعتها ل 48 كيلومتر في الساعة، وبتعتبر الفصيلة الوحيدة اللي قدرت تجري مسافة 1600 متر في دقيقتين و30 ثانية. السلالة دي بتتميز بصلابتها وسهولة تدريبها، وبغض النظر عن سباقات عربات الخيول فبيتم الاستعانة بالسلالة دي تحديدا في سباقات قفز الحواجز وعروض الخيل. خيول الستاندرد بريد بيتراوح سعرها ما بين ال 1500 دولار وال 6000 دولار، اما الانواع عالية الجودة منها واللي بتشارك في السباقات والعروض فدي سعرها ممكن يتخطى ال 10000 دولار. وبكده كنت كلمتكم النهاردة عن اسرع الخيول في العالم. يا ترى مين اكتر حصان لفت نظركم النهاردة وبتتمنوا امتلاكه؟ قولولي رأيكم تحت في التعليقات، وطبعا ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو اول مرة تشرفونا. كان معاكم اخوكم محمد جابر، واشوفكم على خير قريب جدا في حلقة جديدة.